اهي ال 340 2019 ومليانه كاربن فايبر ما شاء الله في كل حته. قبل ما نبتدي العرض ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيه، وكمان لو عايز تشوف كواليس التصوير ادخل على الاكونت بتاع انستجرام. وحتى الشدادات اللي من ورا الرادياتير، بصوا الشدادات مدهونه بالاصفر، جامده قوي للي مركز. ها ما شاء الله ما شاء الله. طيب تعالوا نبص على الجنب كمان، الجنط ال 19 بالبروفايل الواطي جدا، وكمان العجل الخلفي في العربيه دي ستاجرد، يعني اعرض من العجل الامامي، واللون جامد جدا وفيها شويه كاربن فايبر زياده. صاحب العربيه دي عامل فيها شغل جامد جدا. تعالوا نشوف التجربه هتبقى عامله ايه، ونشوف الاول مين صاحب العربيه ده. اهلا اهلا سامي. استنى اقرب لك البوم مايك قوي بس عشان الهواء. كنا متقابلين تقريبا من 8 شهور بس في عربيه ثانيه غير دي. ايوه عربيه ثانيه. غيرت. ايه الاخبار؟ الحمد لله. طيب عايز تجري؟ يعني يا دي الخير. يعني غيرت عشان عايز اجري مش اكتر. لا اختيار موفق مفيش كلام فيه. طيب محمد احكي، انا حلفت لك عشان الهواء جامد قوي. طيب. بس قول لنا الاول البنزين عندك ايه عشان الشباب. نص بعيد. او اقل من النص شويه. ماشي. بس احنا هنخلصهم في جري. وعايزين نوريهم درجة الحرارة كمان. درجة الحرارة 28.5 مش كده؟ الجو حلو قوي النهارده مش حر. قلت اخش جوه العربية برضو الهواء دايما جامد هنا. جامد بالظبط. فمهما جبت مايك فيه شعر او معرفش باروكة حتى مش عارف بيسموها ايه البتاع دي. دات كات. معرفش ليه بيموتوا القطط. يعني هي اسمها دات كات حقيقي. بجد؟ دي اسمها دات كات. الله يرحمهم. طب احكي لنا عن عربيتك. دي رجل المواصفات الاول. دي 340 بي ام دبليو 2019. اوكي. اخر شكل الاف 30 خالص. بعده نزل الجي 20. ولكن لسه لغايه دلوقتي العربيه دي ليها بوتنشال جامد جدا جدا، لان صح. لان 340 اصلا من التوكيل هنا ما نزلتش في مصر، ولو هتنزل هتبقى سعرها غالي جدا جدا، مليون 800 تقريبا، مليون 850 كمان. وهي نفس الانجن، تعرف كده هي نفس الانجن بس مغيرين بس الفيول بامب ومغيرين شويه حاجات. أوكي. وهي نفس البي 58 بتاع محمد بيسهل شغلانتي جدا. بالظبط. انا هاجي افتح مكانك. تعال. تعال يا سلام. بس ميزه بقى ال 2019 ان انت عندك كل السبيكس او كل حاجه بي ام دبليو استطلاها في الاف 30. بالظبط. تمام. عندك عندك الديجيتال كوكبيت ده لما تجيب على سبورت بيقلب احمر زي كده، ولما تجيب على كومفورت بيقلب ابيض. وايكو برو برضو عندنا شكل، طبعا هي مش ايكو خالص. لا هي ما فيهاش حاجه اسمها ايكو خالص. تمام. عندك الاي درايف 6 اللي بتلاقيه في العربيات الجديده خالص زي ال 218 بي ام دبليو. نافيجيشن اخر حاجه فاهم، 3 دي لو في مباني بيبين ال 3 دي وسريع جدا. عندك النظام نفسه بتستعمل النافيجيشن ولا بتستعمل اندرويد؟ لا خالص. ما فيهاش اندرويد اوتو للاسف، بي ام دبليو بتكره الاندرويد. ما فتحتوش انت؟ لا هي ما فيهاش اصلا. الاي درايف 6 عموما ما فيهوش اندرويد اوتو. الجديد خالص في ال 850 وفي ال 500 والحاجات دي فيه. ده اللي هو الاي درايف 7. تمام. اوكي. بس ما عندكش، ما كانش عندك، ما عندكش ابل كار بلاي؟ في ابل كار بلاي وايرلس. كويس قوي. ما هو ده بقى 2019. يعني ده اخر حاجه، ده وايرلس. بالظبط. بيتحرك زي وايرلس، زي السوبرب اللي كانت معايا كان وايرلس، مش مربوط بجهاز. مش مربوط بكابل. بالظبط. فدي اعلى حاجه يعني. دي عندك هنا الامب بيرفورمانس باكج. انت مركب لها كاربون فايبر في حتة. انا مظبط كاربون فايبر شويه عشان تديني السبورت فيل شويه. وكان نفسي العربيه دي تنزل كاربون فايبر قدام زي الكانرز كده اللي هي فوق السبليتر تحت بالظبط على البامبر.
لا مش بقى... اه اللي هي بيسموها كانرد عشان تكسر الهواء يعني اللي هي وتخيل العربيه داون فورس يعني تعمل لها داون فورس اكتر بالزبط. على المقدمه. حاطط ديفيوزر ورا برضو مش عارف عملي قوي ولا لا يعني ما اعرفش اه ممكن يظبط. حاطط سبويلر برضو ورا صغير كربون فايبر. السبويلرز بتفرق عامه على السرعات الاعلى قوي يعني اعلى قوي بالظبط. وهنا في مصر ما فيش اعلى قوي دي اه اه بس. فهنا عندنا الستيرنج ويل الام بيرفورمانس تمام بالبادل شيفترز الالومنيوم اه نظيفه جدا طبعًا. اه بالظبط. والعربيه فيها كل حاجه بقى ادابتيف ال اي دي فيها هيدز اب ديسبلاي كامل ممكن ابين الخريطه في الهيدز اب ديسبلاي بتاعي فول يعني فول كونتنت فول كولر هيدز اب ديسبلاي اهو. بص بقى لو جيت ايه لو جيت عملت مود هنا هتلاقي ان انا ممكن ايه اغير حاجات كتير جدا يعني. هو نفسه هو نفسه بيعرض طبعا هو بيفلكر كده مش على الحقيقه بيفلكر ده عشان الفريكوينسي بس عشان بالظبط بالظبط عشان الشاتر سبيد بس. هي الفكره ان هو بيجيب كل حاجه في الدنيا حتى لو انت مثلا عامل نافيجيشن او حاجه بيجيب لك الخريطه قدامك بيجيب لك لو انت فاتح باب بيجيب لك قدامك لو انت محتاج بنزين لو انت محتاج اي حاجه عالي قوي عالي جدا هو فول كولر. دي واحده من مشاكل في بي ام دبليو عامه الناس عارفاها ان هو بالزبط. لازم تفضل تستنى تستنى لغايه اخر موديل العمر بتاع الموديل عشان تجيبها وبعد كده ينزلك الجديده فتتقهر اكتر وتمشي عارف تعمل ايه في حياتك بالظبط تبقى بين نارين على طول. في عندي برضو طقم ساوند سيستم هارمون كاردون ده الستوك بتاعها 24 سماعه وفي صبات تحت تحت الكراسي صح بس. فهي عربيه بذاكر جامد قوي وكيلس انتري انا يعني انت عارف انا بحب المذاكره قوي بني ادم دقيق انا بحب الحاجات دي قوي لا انا احب الناس الدقيقه جدا حبيبي بس بتسهل شغلانتي جدا انا ممكن اقعد بس اسجل انت ممكن تقعد تسجل كده بالظبط. وتخيل بقى ان دي العربيه الوحيده او انا ما اعرفش الصراحه ما اعرفش المعلومه قوي بس هي دي غالبا العربيه الوحيده اللي فيها كاميرا خلفيه من الاف 30 اي نو ما كانتش 20 ال 16 20 30 ما فيهمش كاميرا خلفيه كانوا بيشيلوها وغالبا ال 20 الام سبورت فيها بس حساسات مش كاميرا اللي هو انتوا بتعملوا ايه هنا طبعا في حساسات ورا قدام ورا وكاميرا كان وقتها في يعني هم لغايه مرسيدس مرسيدس ماشيين معاهم كده انتوا بتعملوا ايه وفاهم او العكس انتوا بتحطوا بس حساسات انا هحط حساسات انتوا مش بتحطوا حساسات انا مش هحط حساسات. مرسيدس في على يعني ما تخبطوش هم مسكوا قرار وما سابوهوش لكن لكن بي ام دبليو كان في الاول عربيات خالص تشتريها من الاف 30 كانت فولي لودد وبعدين لما قرروا يشيلوا شالوا كل حاجه فكان ده التخبط الكبير اللي زعل الاونرز اللي بعد كده بس خلاص الناس طبعا تاقلمت وقال لك انت عايز تجيب بي ام دبليو انت هتتكلم كمان طب خد بس كده يعني انت عايز تتكلم طب ايش القلم على طول. هو احسن موتور عامه بي ام دبليو عملته في حياتها هو ال6 ان لاين انجن من ساعه لما مزبوط. طلعوا مظبوط وده ورا نجاحهم الحقيقي يعني مزبوط. من قبل حتى ال39 ده كان هو الويننج انجن الفي 8 بتاعتهم حلوه قوي بس برضو فيها مشكلة مشاكل ما بتخلص أشباح ما بتخلص وأشباح كبيرة و هو ده الويننج انجن بالظبط زي ما الفلات 6 بتاع بورش هو الويننج انجن برضه مظبوط مظبوط. طيب يا محمد تعال نجرب العربية يلا بينا. طيب يا جماعة تعالوا يعني نجرب ال 340 مع محمد ونشوف عاملة ايه في الشارع. شايفين العدادات حمراء جدا عشان سبورت وعجلة القيادة كده ليها احساس معين برضه بالظبط وتخينة كده دايما احساسهم بيبقى حلو قوي. انا من رايي ان دي يعني واحده من افضل العجلات القياده اللي عملتها بي ام دبليو المنظر ده. حتى الام سبورت الجديده بتاعت 340 مش قوي مش يعني فيها برضو فيها شيء من اللوكسري كده مش من السبورت. دي رياضيه اكتر وتبسيطيه اكتر سمبلستيك اكتر يعني ما لجأوش للتعقيد والبرده والحركات الارعب بتبقى ماشي اكتر مع الشخصيه بتاعت الحاجه الرياضيه مظبوط. حتى هنا البادل شيفترز الومنيوم
هناك بلاستيك في الجديده واحساسهم حلو قوي. احساسهم حلو جدا. ده حقيقي. انا بقعد احسس عليهم برده كده، اعمل كده مش عارف ليه. البادل شيفترز يعني. ايوه ايوه البادل شيفترز. بص بقى هتلاقي حفره في ده. عيب عليك. عيب عليك. لا 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 انا بقول لك حس. عايز ياخدها. حرام عليك. حس بالحفره. ما بص نعمة جدا محمد، انا عربيتي مربياني، فانا في اي مطار بسايكولوجيكلي. أيوة باخده ايه اللي هو ايه. يا بص بقى بنحسس. لا ماشي بس ساعات شغال بالدبدب محمد. بالدبدب. حرام عليك. بالدبدب. بس انا كان معايا السوبر. عايزه تعمل تور كتير من ورا. شيقة طبعا مفيش شك بقى. انت كاوتشك اخباره ايه؟ جديد بس مش هاي بيرفورمانس تايرز يعني هو هو جديد. نوعهم ايه بس؟ مارشال نوع كده يعني. انا خلاص انا كنت خلصت كل فلوسي في العربيه وعايز اجيب اربع كاوتشات، فقلت ان انا همشي نفسي ارخص كاوتش رام فلات، لان دي رام فلات. فارخص كاوتش رام فلات جبت. الله الله على الفرامل يا محمد. جميله. جميله. خلي بالك بقى هنلبس. الله اضعف اضعف نقطه في العربيه. والثبات برضو بنسى برضو بنسى. لا الثبات بص كلهم فيهم استعداد ان المقدمه بتخف شويه مع السرعه. بتخف مع ان دي عن ال 30 مثلا نوز هيفي. بالظبط. لان الموتور هنا اتقل فبتفيد على السرعه الاعلى شويه ان النوز هيفي دي. وهنا كمان فيها السبليتر اللي بيكسر لها من قدام. فاكيد احسن مثلا من 30. كنت بقول ال 30 لما كنت عملت لها ريفيو بقول لهم هي كانت عايزه الكت القدامانيه عشان تكسر الهواء اللي قدام. ايوه شفت الفيديو. كسر الهواء فعلا بيفرق. مع السرعه انه بيقلل الضغط او بيقلل الهواء اللي عايز فعليا يرفع العجل. او يرفع المقدمه بالذات. فدي بتبقى دمها تقيل قوي وبتبان. بس طبعا ادائها رهيب يعني مفيش كلام. احنا على السبورت دلوقتي ممكن اقلب لك سبورت بلس اللي هي تفك تراكشن كمان. لا بيعمل حاجه اسمها دايناميك تراكشن ستابيليتي. دايناميك مش بيفك توتال. مش بيفك توتال. لو عايز تفك توتال بقى بتقعد دايس. أيوة. هون انت لو مجنون يعني. صابون صابون يعني. انا في مره عملت كده ودوست العربيه لفت بوشها في الشارع وكان في مصايب. انا بتحسن. عارف انا عارف. يعني هو بتحس ان هي ايه عارف انت 36 بقى والدريفت وكده بتحس ان هي قلبت عربيه عاديه جدا. عربيه شبابي دريفتر بتاع. بص هي عايزه 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 بلشتاين بي 6 مثلا او بي 14 بي 16. بي 16 ده كول اوفرز. احساسها حلو قوي. بس دايما المصنعين بيقول لك احنا بنعمل عربيه سريعه يبقى اكيد هتفرمل بنفس القوه. لا ما للاسف مش في العربيه دي. لازم تقيس كويس قوي ولما تجري تجري باحتياط شديد. حذر. مظبوط. وتقدر المسافات اكتر شويه من الطبيعي. مظبوط. كانت عايزه كروس دريلد وعايزه برامبوز اكبر. ده حقيقي. انا هجيب عايزه شغل في الفرامل لان انا لو عملت تيوننج للعربيه دي. العربيه دي لازم. العربيه دي اصلا ستيج 2 بتطلع 450 ويل هورس باور ولازم تعرض العجل لورا اكتر شويه. اكتر شويه. بيجيبوا له 200 لغايه 285 تشيل. تشيل 285. بس هي الفكره عشان اصل الرير ويل مهما عملت اصلها يعني هتجيب منين تراكشن. يعني دي واحده من الحاجات الناس مش واخده بالها منها. بالزبط. عشان كده هتلاقي ممكن عربيه فور ويل درايف او اول ويل درايف زي اللي بتشوفهم الايام دي تبقى افوق منها في المية شويه. مزبوط. عشان الجر الامامي. مزبوط. بيساعد قوي في الاكسبيرينس. طبعا دي وانس ترولز يعني لما العربيه دي تتحرك خلاص يعني مفيش حاجه بتوقفها ولا حتى الفراغ. ايوه مفيش حاجه بتوقفها حرفيا يعني. بس جامده جدا. بس طبعا انا بموت فيها يعني. انا مش هقدر اتكلم خالص على العربيه دي بحبها جدا. ما عنديش تعليقات سلبيه. حتى العزل مقبول بس شايفين مقبول. جميل كده قصدي. لا يعني بص هي زي الاف 30 كلهم بالظبط. يعني عزلهم ما اهتموش بيه يعني. او يمكن الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في مصر. بس حتى الحاجات اللي هي كانت جايه من بره الناس تقول لك اصل التقفيل المصري. يا جماعه انا ما عنديش مشاكل قوي مع التقفيل المصري. ما فيهوش مشاكل زي ما الناس فاكره قوي كده.
ازازه رفيعه جدا الامامي. أيوة. رهيب من كتر ما هو رفيع كان بيعقدني لما كان عندي. آه. كانت عندي لو في زلطه بس بتعمل. اه رهيب رهيب. غير كده انا ما عنديش اي شكاوي من العربية خالص. الزد اف عالمي. اه لا مفيش زيه مفيش زيه. عالمي ملوش حل. والميزه في العربيه دي ان الهورس باور اللي على العجل الخلفي في المود اللي احنا فيها دي كافي انها ما تتجننش عليك. آه يعني في عربيات ممكن تتجنن عن كده بكتير لما يكونوا بيزودين الهورس باور. هنا مظبوط قوي. مظبوط بالظبط. اه لونش. انا هسيبك انت تعملها لونش. تعال انت الخبير. تعال انا مش خبير انا لسه جايبها. انت 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 يعني انا عارف اللونش كنترول بتاعكم برضه. لازم اقول لكم مش دايما بيبقى احسن لونش كنترول. اوكي ساعات بيجلي كتير. ده درجه الحراره 28 فاللي بيقول لكم الجو حر الجو حر. الجو مش حر الجو جميل. هنقف بعد الحته اللي فيها شويه لخبطه في الشارع كده عشان نعديها. طيب محمد احسن رقم 5 و17. و17 اه رقم حلو قوي. خد بالك انت حاليا نظريا اسرع عربيه كانت عاملاها 488 بس كان جرب كذا مره وهو يعني بعت لي ال ال تمام الدراك تيست. تمام لو انت عندك انا 498 بالظبط. ده انا شاري دراجي برضو. بنزل اجرب كده بس كانت بالليل. كان جو لطيف. هو النهارده برضو يعني النهارده كويس 28 29 اول ذا واي ثرو. مش حر خالص يعني. مظبوط مش ده اللي هيفرق يمكن. وكوارتر مايل برضو في 12 5 9. انت رفعت رجلك في الربع ميل. عشان كان في زحمه. كان في زحمه رفعت رجلك يعني. بس ما زالت حاليا تكنيكلي انت يعني اوكي 1 و2 يعني على القناه. بالظبط ماشي محمد حبيبي. احسن واحد بيعمل ريفيوز دقيق جدا في مجاله. رهيب عامل زي المشرط كده. وجالي الساعه 9 بالظبط وانا للاسف اتاخرت عليه دقيقتين. انا قعدت اشرب قهوه معناها مش عوايدي بجد. بس انا غصب عني كان عندي بقى شغل طبيعي مش هعمل لها تيوننج واجيلك. ماشي حماس جدا حبيبي. فرامل فرامل اهم حاجه. لو عجبكم الكلام ده ادخلوا على قناه محمد سامي غني عن التعريف. انا مش عارف لكم ليه سبسكرايب لايك وسبسكرايب عنده هو. سبسكرايب عنده هو كمان لو حد. انا هشير عندي حبيبي سلام سلام باي باي. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك. الاشتراك ببلاش وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها.